سطرت تعاونية الحبوب لولاية غليزان برنامجا لتوزيع أزيد من 75 ألف قنطار من الحبوب على اختلاف أنواعه، واستفادت من مخزن جديد ببطاقة استيعاب 200 ألف قنطار من الحبوب بهدف رفع المردود وحد من فاتورة الاستيراد. حمزة زروقي ونجم بوكرش. أزيد من 75 ألف قنطار من الحبوب هي الكمية التي وزعتها تعاونية الحبوب لولاية غليزان على اختلاف أنواعها، حيث بلغ إجمالي الكمية الموزعة منذ بداية عملية الحرث والبذر أزيد من 70 ألف قنطار. 75 ألف قنطار فيها 49 ألف قنطار قمح و 6500 قنطار قمح لين و 18 ألف قنطار شعير و 1500 قنطار خضار. لحد الساعة اليوم رانا واصلين في البيع 69 ألف قنطار، حق رانا 92% بارابور الأهداف اللي سطرناها. العملية لم تنتهي عند هذا الحد، حيث استفادت التعاونية من مخزن جديد للحبوب بطاقة استيعاب 200 ألف قنطار، وهذا نظرا للعجز الكبير الذي سجل في السنة الماضية. استفدت لاسيسيال دو غليزان في مغازن في مسرى، ان شاء الله راهم بداوا الاشغال على ربي ان شاء الله، بالك ربما في بالك ما في ان شاء الله في 2016 ولا 2017 نستقبلوا فيه ان شاء الله الانتاج. الهدف من رفع الكميه الموجهه للبذور كل سنه للرياده شهويا ولما لا وطنيا في انتاج هذه الماده الحيويه، وليقتني الفلاح اجود الانواع التي بامكانها رفع المردود للحد من فاتوره الاستيراد.